بث التلفزيون الرسمي الإيراني لقطات قال أنها آخر ساعات لحياة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي قبل أن يلقى حتفه ورفاقه في حادثة تحطم الطائرة. ونشرت هيئة الأركان الإيرانية أول تقرير للجنة التحقيق في الحادث، وقال التقرير أنه لا توجد أي أثار لإصابة طلقات رصاص أو ما شابه على الأجزاء المتبقية من المروحية، كما أنها تعرضت لحريق بعد ارتطامها بأحد المرتفعات الجبلية، مشددا على أن المسيرات الإيرانية هي التي وصلت إلى إحداثيات المروحية المنكوبة. تحطم مروحية الرئيس الإيراني أعادت ذكرى حوادث جوية أخرى طالت زعماء حول العالم، نستعرض أبرزهم فيما يلي. حادث تحطم طائرة الرئيس الإيراني لم يكن حادثاً فريداً من نوعه، فمنذ عام 1936 تعرض العديد من الزعماء حول العالم إلى حوادث تحطم طائرات أدت إلى مقتل 27 منهم ونجاة آخرين. فيما يخص الزعماء الذين قضوا في هذه الحوادث، من أبرز الأمثلة في منطقة الشرق الأوسط كان تحطم مروحية الرئيس العراقي عبد السلام عارف في ظروف غامضة في البصرة في 13 من أبريل عام 1966. في الأول من يونيو عام 1987 تعرضت الطائرة العسكرية لرئيس الوزراء اللبناني رشيد كرامي إلى تفجير، مما أدى إلى سقوطه، وأدين على إثرها قائد حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بتدبير الاغتيال، وحكم عليه بالسجن المؤبد قبل إطلاق سراحه عام 2005. بعدها بنحو عام، في 17 من أغسطس عام 1988 تعرض الرئيس الباكستاني محمد ضياء الحق إلى حادث انفجار في طائرته فيما كان بصحبة كبار العسكريين الباكستانيين، بالإضافة إلى السفير الأمريكي في البلاد. أما عن زعماء تمكنوا من النجاة من حوادث تحطم الطائرات، ففي عام 1992 تعرضت طائرة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات لحادث هبوط اضطراري في الصحراء الليبية ونجا عرفات، فيما لقي ثلاثة من مرافقي حتفهم. وفي 9 من فبراير عام 1977 توفيت الملكة علياء زوجة الملك الأردني الراحل الحسين بن طلال في حادث سقوط مروحية في مدينة الطفيلة بينما نجا الملك، وسقط كذلك وزير الصحة آنذاك محمد البشير في الحادث. في يونيو من عام 1994 تعرض الملك البريطاني تشارلز الثالث الذي كان أمير ويلز في ذلك الوقت إلى حادث كاد أن يكون مميتاً، حين فقد السيطرة على طائرة كان يقودها بسبب الرياح القوية ما أدى إلى تحطمها، لكنه لم يتعرض لأي أذى ولم يصب أحد في تلك الحادثة. يواصل الجيش الروسي تقدمه في خاركيف، حيث سيطر على قرية بيريستوف شمال شرق أوكرانيا في سياق متصل. أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بأن القوات الروسية تواصل مهاجمة بلدة فوفشانسك في إطار هجومها على شمال خاركيف الذي بدأ في 10 من مايو الحالي. في الأثناء نشد زيلينسكي أيضا الحلفاء الغربيين بضرورة تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية لمواجهة الهجمات الروسية المتزايدة. إلى ذلك أفادت تقارير إعلامية إسبانية بأن مدريد تعتزم إرسال صواريخ باتريوت ودبابات ليوبارد إلى أوكرانيا، وذلك في إطار حزمة أسلحة بقيمة 1.23 مليار دولار. وبحسب التقارير أيضا سترسل إسبانيا 12 صاروخا من طراز باتريوت و19 دبابة مستعملة ألمانية أو ألمانية الصنع من طراز ليوبارد، فضلا عن أسلحة أو أسلحة أخرى إسبانية الصنع مثل المعدات القتالية والذخائر المضادة للطائرات المسيرة. بعد توسعها في السيطرة على مدينة فوفشانسك والمناطق المحيطة بخاركيف، تطرح العديد من التساؤلات حول أهداف روسيا من هجوم الصيف في الأراضي الأوكرانية. إقامة منطقة عازلة أم توسيع السيطرة؟ روسيا في هجومها الصيفي على أوكرانيا تقف أمام خيارين استراتيجيين، إما تأسيس منطقة عازلة تحمي حدودها من الهجمات الأوكرانية المحتملة، أو التوسع في سيطرتها لتشمل مناطق أوسع. تظهر أهداف موسكو جلياً في إقامة منطقة عازلة تحمي حدودها من الهجمات المحتملة، خاصة بعد توسع نطاق سيطرتها في مدينة فوفشانسك الأوكرانية الواقعة على بعد نحو 5 كيلومترات من خاركيف والأراضي المجاورة لها، الأمر الذي يوفر قاعدة لتحقيق أمنها الإقليمي
ووفق تقارير فإن ما يساعدها في تحقيق ذلك الحالة السيئة نسبياً لدفاعات أوكرانيا، ما يعني إمكانية سيطرة موسكو على خاركيف مع تقدمها المستمر، وهو السيناريو الذي من المحتمل أن يشكل نقطة تحول في مسار الحرب ويوجه ضربة قوية للقدرات الصناعية الأوكرانية. إضافة إلى ذلك، توضح التحليلات أن روسيا قد تضع نصب أعينها أهدافاً أكبر تتمثل في تعميق توغلها داخل الأراضي الأوكرانية. هذا الطموح يهدف لدفع كييف إلى إعادة تموضع قواتها بعيداً عن جبهات دونباس وإمكانية ضم مناطق جديدة. أعلنت الخارجية الصينية أن قادة مصر والإمارات والبحرين وتونس سيزورون الصين هذا الأسبوع، وسيجري القادة العرب من 28 من مايو الحالي إلى 1 من يونيو المقبل زيارات لدولة الصين، ويحضرون حفل افتتاح المؤتمر الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي بحضور الرئيس الصيني. وأضافت الخارجية أن الرئيس الصيني سيجري محادثات مع رؤساء الدول الأربع على التوالي لتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. للصين في المنطقة العربية دور يتنامى خلال السنوات الأخيرة. اهتمام بكين بالمنطقة ترجمه سعيها لتوسيع الشراكات مع دول عدة في الشرق الأوسط، ورفع تلك الشراكة لمستوى استراتيجي تعظم من الحديث عن التجارة والصناعة إلى الدبلوماسية والسياسة. أدركت الصين في الوقت الذي بدأت فيه الولايات المتحدة بسحب نفسها تدريجيا من المنطقة قدرتها على أن تكون بديلا عن واشنطن وشريكا لدول الشرق الأوسط لبناء ثقل تواجه به تحركات أمريكا في آسيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ. خلال العقد الأخير تضاعف حجم تجارة الصين مع دول المنطقة ليرتفع من 222 مليار دولار عام 2012 إلى 431 مليار دولار عام 2022. الأمر الذي أكد دأب الصين على تثبيت قدمها عبر دول المنطقة ككل. يبقى الشرق الأوسط كذلك ساحة تجاذبات، وفيما تقع الأحداث الكبرى سياسياً على أراضيه كان الحضور الصيني على رأس أولويات بكين. ففي وقت تراجع فيه زخم واشنطن في دول كالعراق وسوريا نظراً لواقعها المضطرب، دفعت الصين باستراتيجية صداقة أثارت مخاوف أمريكية من توسع مصالح بكين. وفي سياق الدبلوماسية الصينية أيضاً برز دور بكين في واحدة من أهم قضايا المنطقة والتي شكلت صفعة للولايات المتحدة إثر نجاحها في إصلاح العلاقات وتقريب وجهات النظر بين السعودية وإيران بعد 7 سنوات من القطيعة. وفيما تتصرف واشنطن كأنها أمنة في علاقاتها بدول المنطقة، لكن التغلغل الصيني يثير قلقها ويطرح تساؤلات عن إمكانية استبدالها، حتى إن كانت الإجابة بالنفي يبقى طرح السؤال مصدر قلق لواشنطن. أفاد دبلوماسيون بأن إدارة بايدن تضغط على الحلفاء الأوروبيين للتراجع عن خطط لتوبيخ إيران بشأن التقدم الذي أحرزته في برنامجها النووي. وقالت صحيفة وول ستريت جورنال أن إدارة بايدن تعارض جهود بريطانيا وفرنسا لإلقاء اللوم على إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أوائل يونيو. ووفق الصحيفة أيضا فإن الولايات المتحدة ضغطت على عدد من الدول الأخرى للامتناع عن التصويت بحجب الثقة، موضحين أن هذا ما ستفعله واشنطن، وذلك في محاولة لمنع تفاقم التوترات مع طهران قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخريف.